اقترحنا بعض لي ميزور معناتها اورجنت اللي هما يتمثلوا في معناتها محور اللي هو يكون شامل يخص السياسة البيئية بصفة عامة وكيفية معناتها تحوير السياسة البيئية، على خاطر اليوم في تونس نحكيه على سياسات بيئية وهذا يمثل إشكال ديجا، إذا معناتها مشكلة من اللي موجودين في تونس. احنا معناتها ندعيه باش تولي فما سياسة بيئية موحدة ومتناغمة معناتها مرتكزة على دي برانسيب اللي هما يتمشيوا مع المعاهدات الدولية اللي مصدقين عليها ومع بيان سور الإشكاليات الموجودة حاليا في تونس. بخلاف هذايا بطبيعة فما أربع محاور اللي هما معناتها لي زينيرجي رينوفلابل، المياه، البيوديفرسيتي والبوليسيون. البوليسيون بلي معناتها بالانواع نتاعها الكل، كسوا ديشي سوليد ولا ليكيد اندستريال انسي دو سويت. بيان سور في كل محور عندنا مقترحات اللي هما استعجاليه بارابور الوضعيه معينه اللي معناتها اون ليزا اوبسيرفي في تونس، واللي معناتها سهل انه يقوم الواحد تنفيذها في الاشهر القابله المستقبله. بالنسبه للي ريكومونداسيون نهارتها نهار 21 ديسمبر كيف نضموا لينا 100 جمعيه اللي هي حاجه تشرف وتفرح، معناتها توري معناتها قوه المجتمع المدني في تونس. قمنا معناتها بتسجيل المقترحات اللي قالوهم لنا الكل، وهذه باش نزيدوا احنا ندخلوهم في الفوي دو روت اللي باش قاعدين نحضروا فيها ونكملوا فيها باش نقدموها ان شاء الله للغوفرنمان. باش نحكيو على غارونتي دو ليتا، ديجا يلزمنا اون سو فيكس ايشيل في الوقت. اذا كان نحكيو على الوضع توا حاليا، حاليا اخر حاجه صدرت هي بيان سور لوا دو فينانس. كي نشوفوا لوا دو فينانس فما اون بارتي ريزيرفي لانفيرونمون مي با بوكو، اللي هي تشجع على الاستثمارات كو سوسوا في لي زينيرجي رينوفلابل اي اونتر اوتر في لي ديشي، بيسكو هي معناتها سي اون بروبليماتيك داكتواليتي سورتو بارابور لي صاير في صفاقس. لكن هذا ما هو سوفيزون، سي فري معناتها دعم الاستثمار وتشجيع الاستثمار في البيئه ماهوش كافي. علاش؟ ميم اذا كان عندنا احنا نصوص قانونيه اللي هي في جلها معناتها ماهيش خايبه، تنجم توصلنا لتحقيق بعض الاهداف، لكن فما ثغرات في النص القانوني، فما نصوص قانونيه غايبه جمله كما مثلا على خصوص جينيتيك واللي هما بارمي الحاجات اللي احنا ندعو ان باش نكملوهم. هذاك علاش يكون معناتها لونجاجمون دو ليتا بور اميليوري البوليتيك نتاع لانفيرونمون في تونس ناقص، سورتو كيما قلت لك قبيله نحكيو على دي بوليتيك واللي هي معناتها تسبب في اشكاليه كبيره سورتو مع الكود دي كوليكتيفيتي معناتها تيريتوريال، باش يولي فريمون فما بروبليم باش نزيدو نشتو احنا السياسات البيئيه ويولي فما عدم تناغم في اخذ القرار. احنا تو في تونس وصلنا للخط احمر، معناتها ما قبل بوتيتر قبل معناتها هي 20 كنا نحكيو على البيئه كيما حاجه الا مود بوتيتر ولا اكسسوار، لكن تو هو خطر كبير برشا. علاش؟ على خاطر ولات كيستيون نتاع انتيغي بوبليك دو سانتي بوبليك اي دو لا كاليتي دو في اللي هي تمس المواطن في كل يوم وتمس حتى الاستثمار الاقتصادي الاستثمار سامحني والاقتصاد. كيف كيف اذا كان نحبوا نشجعوا السياحه الاجنبيه باش تفشل، معناتها انت عندك سياسه باش تدعم السياحه الاجنبيه والبلاد المسخه فورسيمون ما يجيك حتى حد. دونك شنو اللي يصير اذا كان انت عندك سياسه باش تشجع معناتها السياحه الاجنبيه وعندك بلاد مسخه باغايور فورسيمون ما تجيكش، معناتها المجهودات اللي نقوموا بهم الكل وبخي معناتها دي زوتوليي برا اترافير معناتها لي زامباساد يتيح في الماء، تشجع على لي سوسيتي اترونجير باش يستثمروا في تونس. كيف كيف اذا كان معناتها لو مينيموم ماهوش موجود، معناتها كل شيء مربوط ببعضه فينالمون. اي معناتها سياسه الدوله كلها ولات مرتكزه على البيئه، نحب ولا نكره قبل بوتيتر 20 ans en arrière كان حماية البيئة سيت ان لوكس معناتها تكون حاجة اكسسوار، لكن اليوم راهو اللي معناتها ليتر هومان هو مربوط بالبيئة اللي عايش فيها ويلزم فورسيمون تكون السياسة البيئية موحدة ومرتكزة على نظرة وعلى اون ميثودولوجي معينة اللي احنا معناتها ندعو الدولة لانها باش تتبنى الميثودولوجي هذه اللي هي تكون اون غوفرنونس بازي على ليكوسيستيم.
ما عادش نعملوا اون غوفيرنونس بازي على جيستيون دي ريسورس ناتوريل. مثلا نقصد بهذايا اداره تقوم باداره المياه، واحده اخرى اداره الغابات، واحده تهم البيوديفيرسيتي، واحده تهم مثلا ليزينرجي. لي انت كي تاخو ان ايكوسيستيم مثلا فورستي اللي هي الغابه، الغابه فيها لاك دونك فيها الماء، كيف كيف فما ناب فرياتيك، فما المياه الجوفيه، فما الغابه دونك الاشجار، فما حيوانات اللي هما لي بيوديفيرسيتي. ناخذ مثلا السيستيم تاع لي زوازيس، الوازيس اللي هي معناتها فما غابه النخل، فما الكولتور ايتاج، فما المياه معناتها البطنيه، فما او ميم طون لينيرجي سولير اللي هي قويه برشا. دونك كي تعمل غوفيرنونس بازي على توت ان ايكوسيستيم تشوف الجوانب الكل، يوليو حتى لي مينيستير كلهم اذا انترفين او ميم طون، وتكون عندنا اون بوليتيك موحده. هذاك علاش قبيله قلت لك صحيح في تونس توا فما سياسات بيئيه، وهذه صلب المشكل بيدو في تونس اللي خلينا وصلنا انتخوت للوضع هذا. ودونك احنا كمجتمع مدني اذا كان معناتها خذينا معناتها لمينا بعضنا كاكسبير وكمجتمع مدني وخذينا القرار ان نتجهوا بكلمه للغوفيرنمان وندعوهم باش ينضموا للحركه هذيا، واترافير لي ريكومونداسيون اللي باش نوجهوهم لهم نحطوا اليد في اليد ونخدموا مع بعضنا. واذا كان عندهم حلول احنا بتيتخ ما خممناش فيهم، على خاطر احنا زيدا ما قلناش اللي احنا ندعيه واللي نعرفوا كل شيء. ليه فما بتيتخ مشاكل، فما عراقيل هما يعرفوهم، ولا فما حاجات دي زوبستاكل نجموا مع بعضنا نتعديهم. لكن في الوضع الحالي المقترحات اللي باش نوجههم واللي ديجا حكينا فيهم ميم بطريقه مختصره نهار 21 ديسمبر خاطر الوقت ما يكفيش، هما مقترحات اللي نجموا ناخذوهم توت سويت ونفعلوهم توت سويت ديجا باش نحسنوا نسوغيس كون بارتي من الوضع اللي احنا وصلنا له اليوم. لي زوتوريتي لوكال لي باز انكور. دونك احنا معناتها الحركه الانيشيتيف كلها بدات من المجتمع المدني كما كنا نحكيو قبيله، ومن ان جروب ديكسبير دو شيرشور سيانتيفيك اللي هما دي اكاديميسيان اي اوتر. اون فوا اون الابوري هذه الكل توا في المرحله القادمه، وبعد بيان سور ما نقوموا بادراج كل المقترحات اللي خديناها نهار 21 ديسمبر، كي باش نوجهوا معناتها الفوي دو روت نتاعنا للغوفيرنمون بالطبيعه هذا باش يكون مفتوح باش السلطات المعنيه الكل والادارات والوزارات المعنيه الكل تنضم للحركه، ونزيدوا نحسنوا في المقترحات هذوما، وبيان سور تقوم معناتها يقوم الغوفيرنمون باتخاذ كل القرارات اللي لازمها معناتها تصير. الوقت ضدنا في الوضع اللي احنا فيه توا.